قالت لهم ليش جسمها صاير أزرق وأحمر وأزود؟ قيل لها هذا من ضرب السياط يا أمة الله. صرخته صاحت يا عم بالعجل ودي خبر كربلاء خلى يجينا ابو الفضل يحضر قبر والشهيد حسين خلى يجيب كافور سدور والولد الاكبر يشوف اختونا عشغى يحمله ولا بيت الدعاء. يا سيدتي يا حبيبتي فرجوا عنا كلمة أبو شعاع طلعنا نقرأ وفاتك الليلة كان تبرد قلوبنا. التفتي لنا يا سيدتي انتين صغيرة حبك الله جدك يحبك علي يحبك الزهرة تحبك عمك الحسن يحبك عمك ابو فاضل يا ما شالك على دراعه يا ما خلاك على راسه. التفت لنا هذا حبيبتي شلون ندفن غليتما والأغل كلهم أغيا بين عدوان وجنازة معطلة وبلدة أجنا وين جدنا وين أبو المرتضى داحي الباء وين أهلنا ما درى وعدنا جنازة معطلة احنا غير سن ما عدنا وسيله